السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ ربي دايما تكونوا بخير. ومعانا النهارده فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا ما ننساش نعمل لايك وكمان نشترك في القناة عشان يوصل لنا كل جديد من الفيديوهات ان شاء الله. خليكم دايما فاكرين ان هنا وبس هتلاقوا كل الاخبار الجديدة، فلا تدور ولا تحتار، ادخل على القناة على طول وانت هتعرف كل خبر جديد ان شاء الله. ودايما افضلوا اشتركوا في القناة عشان القناة هتكبر بيكم بإذن الله، وطبعا هنا وبس هتلاقوا كل خبر جديد فتابعونا دايما. ومعانا خبر النهاردة عن بلقيس الجميلة، هي بصراحة فنانة جميلة جدا وانا بحبها بصراحة، وروحها جميلة كده فيها طاقة ايجابية، ونزلت ترقص على اغنية ويجز من العربية، وبتقول الاغنية دي بتمثلني انا بالظبط، ونزلت عمالة تتنطط من العربية وترقص. يلا بينا نشوف. نكون عرضنا لحضراتكم رقصة بلقيس في يعني بعد ما نزلت من العربية، بس طبعا احنا بنقفل طبعا الاغاني عشان حقوق الطبع والنشر. وبكده خبرنا يكون خلص، وتابعونا هتلاقوا عندنا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.